السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل في الشروحات بتاعتنا في الاوتونوميك نيرفس سيستم. المرة دي هتكلم عن النيوروماسكولار بلوكينج ايجنتس. عشان نفهم يعني شنو النيوروماسكولار بلوكينج ايجنتس، المفروض نفهم يعني شنو النيوروماسكولار جنكشن. والنيوروماسكولار جنكشن هو ما تبع الاوتونوميك نيرفس سيستم، لكن لانه في الموضوع خاش فيه اسيتايل كولين وكده، فعشان كده بتتبعوه في التدريس يعني مع الاوتونوميك نيرفس سيستم. فالشي شايفينه قدامنا ده تبع السوماتيك نيرف سيستم، اللي هو الجهاز العصبي الإرادي، واللي عن طريقه نحن بنحرك العضلات الهيكلية. دي العضلة الهيكلية أو السكيلتال مسل الجحدي، والفوق ده النيرف اللي هيتحكم فيها، أو ده النيرف اللي عن طريقه بيتم إرسال الإشارات يعني بتاعت الحركة. فأول إشارة بتيجي فوق من سنترال نيرف سيستم عن طريق الأكشن بوتنشال. أوكي، بعد الاكشن بوتنشال يجي في النهايه بيقوم بيحصل انتاج للاسيتايل كولين او افراز او ريليز يعني. بعد ذلك الاسيتايل كولين بيرتبط بريسبتورز هنا اسمها نيكوتينيك كول انرجيك ريسبتورز، اللي هي هذه نيكوتينيك كول انرجيك ريسبتورز. على سيره النيكوتينيك ريسبتورز، النيكوتينيك ريسبتورز عندنا منها 2 تايبس، ان ريسبتورز عندنا منها 2 تايبس. نوع بنسميه ان ريسبتور، نوع بنسميه NM ريسبتور. ال NM ريسبتور ده بنتكلم عنه، اللي هو جاي من النيوروماسكولار، قاعد في النيوروماسكولار جنكشن. وليه سموها النيوروماسكولار جنكشن؟ لأنها هي عبارة عن جنكشن، التغاء يعني ما بين النيورونز والماسلز في حتة معينة، بسموها البليت أو الموتور بليت أو الموتور إند بليت. الموتور إند بليت فدي هل بتلاقوا فيها عشان بعد ذلك تتم الحركة، عشان كده يسموها نيوروماسكولار جنكشن. النوع الثاني اسمه ال NN، وده النيكوتينيك ريسبتر، النيكوتينيك ريسبتر الموجود في النيرونز، اللي هو ده كان قاعد وين؟ ده كان قاعد في الاوتونوميك جانجليا، اللي هو في الحته اللي في النص ما بين البري سينابت والبوست سينابت في السيمباثيتك نيرف سيستم وفي البارا سيمباثيتك نيرف سيستم. لو بتتذكروا الاثنين كان فيهم اسيتايل كولين. anyway احنا الليله هنتكلم عن الادويه بتشتغل على ال NM ريسبتور او النيكوتينيك، واللي هي معظمها عندها علاقه بشنو؟ بالسكيلتال ماسلز. اوكي، طيب الاكشن بوتنشال في النيكوتينيك ريسبتور مهم جدا اننا نفهم كيف بيحصل الاكشن بوتنشال في الحته دي، عشان بعد ذاك بناء عليها نفهم الادويه اللي بتشتغل عليه. عندنا الاكشن بوتنشال، اذا رسمنا الخليه دي، اوكي خلونا نرسم، تخيل انه دي كده، دي الخليه بتاعتنا، ده سيل ميمبرين بتاعها. الخلية دي أصلا بيكون فيها شحنات كهربائية، الشحنات الكهربائية داخل الخلية أغلبها بتكون بالماينس، بتكون سالب، تمام؟ ماينس، ليه؟ ماينس، لأنه جوا عندنا مركبات هي اللي عندها الشحنة السالبة دي، منها some proteins، في some proteins، في منها السلفيت، منها الفوسفيت، دي كلهم الشحن بتاعتهم سالبة، بالتالي داخل الخلية بيكون سالب، خارج الخلية بيكون موجب. بسبب وجود ايونز كثيرة او كاتيونز كثيرة زي الصوديوم، صوديوم كاتيون. الصوديوم طبعا برا خارج الخلية كثير جدا، ليه؟ لانه تركيزه حوالي 130 ملي مول، اوكي ده برا الخلية اكتر من جوا الخلية. وجود الشحنات السالبة داخل الخلية مقارنة بالشحنات القاعدة برا دي، ده بيخلق لنا فرق بتاع جهد، اللي هو بيكون حوالي ماينس 70، اوكي ماينس 70. والماينس 70 دي احنا بنسميها الريستنج ميمبرين بوتنشال، ريستنج ميمبرين بوتنشال. يعني ده الوضع الطبيعي انه الخليه يكون عندها فرق بتاع جهد حوالي ماينس 70. طيب الفرق بتاع الجهد الماينس 70 ده كده خدتوه في بالكم، اللي هي دي ماينس 70 ملي فولت. اوكي، عندنا هنا بيكون عندنا الريسبتورز اللي هي اللي اتكلمنا عنها، هي النيكوتينيك ماسكارينيك ريسبتورز، ان ام ريسبتورز، ان ام ريسبتورز. ال ان ام ريسبتورز اللي بيميزها انها عباره عن شانل بتاعت صوديوم، هي غانه بتاعت صوديوم، لكن طبعا ما فاتحه، ما لم يجي يرتبط بها اسيتايل كولين ما بتفتح. فاول ما يجي الاسيتايل كولين يجي يرتبط هنا، طوال ده بيفتح غنوات الصوديوم اللي هنا، عشان كده بنسميها ليجند جيدد ايون شانل. ليجند يعني اسيتايل كولين او اي حاجه بتيجي ترتبط هنا. اول ما فتحنا الغداء اننا عندنا كميه من الصوديوم قاعد برا، طوال هي خاش داخل الخلية. اوكي، هنا الصوديوم يخاش داخل الخلية، كله عبارة عن شحنات موجبة، ده معناته حيزيد الشحنة الموجبة داخل الخلية، عشان كده الشحنة بتمشي من ماينس 70 تصل لحد 5
ماينس 55 اللي هي ماينس 55. في ماينس 55 ده نحن بنكون حصلنا حاجة اسمها الثريشولد. الثريشولد هي اللحظة اللي لما نحصلها ده معناته خلاص ان احنا هنبدأ الاكشن بوتنشال. يبقى احنا خلاص هنبدأ الاكشن بوتنشال. اول ما نحصل ماينس 55 التغير في الشحنة ده هيفتح لي غنوات صوديوم جديدة. يبقى هنا هتفتح تاني هنا غنوات بتاعت صوديوم، لكن الغنوات دي بتفتح بسبب التغير في الفولت اللي هو كان ماينس 55، فهتقوم تاني مزيد من الايونات بتاعت الصوديوم هتيجي خاشة الكاتيونز، تاني حزد لي الشحنة الموجبة لحد ما تصل around zero. اوكي بعدين لما تصل zero بتقوم الغنوات بتاعت الصوديوم بتقفل، يعني هنا الصوديوم بيقفل الغنوات بتاعته وبتبدأ تفتح لي غنوات جديدة اللي هي بتاعت البوتاسيوم. يبقى هنا هتفتح لينا بوتاسيوم شانل. طيب البوتاسيوم شانل ده هو كتير وين، برا الخلية ولا داخل الخلية؟ لا داخل الخلية. يبقى هنا البوتاسيوم بدل ما يخش من برا لجوه هيطلع، لأنه هو أصلا جوه الخلية كتير، أول ما يلقى فتحة فتحت بيقوم بيطالع عن طريق الشانل دي. كده الشحنة السالبة بدأت ترجع للخلية. ليه؟ لأنه أنا لما أفقد شحنة موجبة من داخل الخلية ده معناته الشحنة السالبة هتزيد، عشان كده بنبدأ نرجع تاني للشحنة السالبة اللي هي الماينس 70، والحاجة دي بنسميها ريبولاريزيشن. فكده احنا كده عملنا خلاص اكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال ده دايما بيكون يعني بيحصل بعد ما ينتهي ده بيحصل واحد جديد، لكن عشان يحصل واحد جديد لازم يكون الاكشن بوتنشال كله حصل كامل، حصل بالتو فيزز دي. الفيز الاول ده بنسميه ديبولاريزيشن، ديبولاريزيشن، والفيز الثاني بنسميه ريبولاريزيشن. طيب الديبولاريزيشن ده احنا بنسميه ليه ديبولاريزيشن؟ ديبولاريزيشن لانه الشحنه كانت داخل الخليه سالبه، وقمنا في بدايه في الفيز الاول ده قمنا عكسناها لموجب، طبعا ده بسبب الصوديوم. الفتره الثانيه هنقوم نرجع ثاني من موجب لسالب، ده كانه عملت ريبولاريزيشن، عشان كده بنسميها ديبولاريزيشن اند ريبولاريزيشن. كل ما يحصل ديبولاريزيشن اربط المعلومه دي بحاجه ثانيه اللي هو انه هيحصل كونتراكشن في المسلز، هيحصل كونتراكشنز، هيحصل انقباضات. طيب الكونتراكشنز دي عشان تستمر مفروض الاكشن بوتنشال يتعمل مره ومرتين وثلاثه والاف المرات. يبقى ما لم يحصل ديبولاريزيشن اند ريبولاريزيشن الخليه العضليه ما بتقدر تنقبض، ودي الطريقه اللي بتيجي تشتغل بها الادويه بتاعتنا. الادويه بتاعتنا هي منه؟ هي النيوروموسكولار بلوكينج ايجنتس. النيوروموسكولار بلوكينج ايجنتس عندنا منها تو تايبس، ديبولارايزنج ان ام بلوكرز ونون ديبولارايزنج ان ام بلوكرز. الديبولارايزنج ان ام بلوكرز بتشتغل كيف؟ هي عباره عن ادويه بتيجي ترتبط لنا بالخليه، دي الخليه بتاعنا، ده الريسبتور بتاعنا، هي بتيجي تشتغل بالريسبتور بتاع ال ان ام، هتعمل له اكتيفيشن، هيخش الصوديوم، هيحصل اكشن بوتنشال، لكن الاثر بتاعه بيكون مستمر، يعني بيحصل ديبولارايزيشن للخليه. كويس ديبولاريزيشن، والديبولاريزيشن ده بيكون كونتينيو مستمر. كونتينيو ده معناته انا ما هقدر اعمل ريبولاريزيشن وما هقدر اعمل اكشن بوتنشال جديد. معناته شنو؟ معناته هنا انا هيحصل لي كونتراكشن مره واحده بس. اوكي في البدايه بس حصل كونتراكشن اول ما الدور ارتبط بالريسبتور بتاع الان ام ريسبتور. الخطوه الثانيه طوالي بيحصل ريلاكسيشن. ليه ريلاكسيشن؟ لانه الخليه ما قادره ترجع بالريبولاريزيشن، ما قادرة تعمل نيو اكشن بوتنشال ونيو كونتراكشن، فهيحصل كومبليت ريلاكسيشن. وليه الخلية ما قادرة تعمل ريلاكسيشن او ريبولاريزيشن؟ لانه الدواء بتاعنا قاعد هنا والاثر بتاعه مستمر. طبعا هو قادر يقعد هنا ليه؟ لانه هو مقاوم للميتابولايزنج انزيمز اللي قاعدة هنا. الميتابولايزنج انزيمز المقصودة هنا منه هو الكولين ستريز انزيم. كولين ستريز، الكولين ستريز اللي قاعد هنا ده ما بيقدر يعمل تكسير للدواء بتاعنا، وبالتالي الدواء بيكون شغال 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 عامل ديبولاريزيشن، معلق بالخليه بس في الديبولارايز ستيت، وده هو اللي بيخلي انه الديبولارايزنج ان ام بروكرز تعمل ريلاكسيشن. يبقى هي بروكرز، بروكرز ليه؟ لانه في النهايه قفلت الخليه وخلتها ات ريلاكس ستيت. اوكي رغم انها في البدايه عملت شويه بتاعت كونتراكشنز اللي بتعملها بسيطه، هي بلوكرز، لكن بلوكرز كيف؟ انها بتعمل ديبولاريزيشن، بتعلق بالخليه في الديبولارايزد ستيت. امثله لنوع ده من الادويه اللي هو الساكساميسونيوم، واحد من الامثله المشهوره جدا للديبولارايزنج ان ام بلوكرز.
النون ديبولارايزنج في المقابل هي برضو بتعمل بلوكينج، لكن دي فكرتها زي فكرة الأتروبين، زي فكرة البيتا بلوكرز اللي اتكلمنا عنها. بلوكر عادي يعني بس بيكفي للريسبتر، يبقى ده الريسبتر بتاعنا، دي الخلية بتاعتنا، ده الريسبتر، الدواء بتاعنا اللي هو النون ديبولارايزنج. النون ديبولارايزنج يعني هو ما بيشتغل بالديبولارايزنج، هو بس بيقفل الريسبتر، بيحمي الريسبتر، بيقفله هنا، والاسيتايلكولين لما يجي يرتبط ما بيقدر يرتبط، فعشان كده هو بيعمل بلوكينج للريسبتر. في الحالتين، في الديبولارايزنج او النون ديبولارايزنج، المحصله هو انه الخليه هيحصل فيها كومبليت ريلاكسيشن. يبقى الادويه دي كلها ممكن تعتبر هي مصل ريلاكسنت، يعني تقوم تعمل لنا شنو، تعمل ريلاكسيشن في المصل. امثله الادويه دي اللي هو الدي تيوبو كورارين، الفيكيورونيوم، بان كيورونيوم، اترا كيورونيوم، ميفا كيورونيوم. طبعا الاسماء دي لو بقت عليك كثيره ممكن تختصرها باي طريقه، مثلا انا مختصرها بباتمان، باتمان واتشينج تي في. طبعا المقطع بتاع كيورونيوم ده، كيورونيوم ده ثابت، اذا تحفظ المقطع الاول اللي هو بات اللي هي دي بان كيورونيوم، اترا كيورونيوم، تي تيوبو كورارين، ام ميفا كيورونيوم، ايه برضو ممكن تكون هي تبع الاتريك كيورونيوم. الان دي تذكروا بقى انه الكلام ده كله وين، في النيور ماسكولار جنكشن. والتي في الفي للفي كيورونيوم، اوكي. فدي بيسموها النيمونكس، ممكن تتذكر بيها الادويه. anyway الادويه دي كلها بتشتغل كمصدر ريلاكسن، وبعدين نشوف الاستخدامات بتاعه الشغل. اول كلينيكال يوز انه بيستخدموه از ادجنكتيف. انا بقول ادجنكتيف ثيرابي، ادجنكتيف دي معناتها انا بستخدمها كحاجه مساعده بس. اللي هو بيستخدموها في شنو؟ بيستخدموها في السيرجري عشان يعمل شنو، مصل ريلاكسيشن. يعني انا في السيرجري تخيل معايا، انا عندي قطعه بتاعت قماش او كيس مشدوده جدا، اوكي، مشدوده. اول ما يعمل فيها خدش بسيط، الخدش الطوال يبقى كبير جدا اكتر من انا عايزه. دي المصلز بتاعتنا كده، اذا كانت المصلز كونتراكتد انا ممكن بالمشرط، يعني لو تخيلنا الموضوع، لو شرطت شرطه بسيطه ممكن احيانا تؤدي لمشكله كبيره. يبقى المصل لازم تكون ريلاكس عشان انا اقدر اشتغل عليها بصوره كويسه. الحاجه الثانيه زي ما قلنا هي السيرجيكال ريلاكسيشن، الاندوتراكيال انتيوبيشن. لو انا داير ادخل يعني تيوب في التراكيه او للتنفس الصناعي بعدين، يعني الحاجه برضو بخلي المريض ياخد الدواء ده عشان المصل تكون ريلاكس واقدر ادخل التيوب بطريقه كويسه. الحاجه الرابعه الكنترول بتاع الفنتيليشن، واخيرا التريتمنت اوف كونفولشنز، لانه طبعا كونفولشنز بيكون فيها تقلصات عضليه، فلازم اعمل ريلاكسيشن للمريض عشان يقدر يرتاح شويه. ديورنج الانستيزيا، اثناء التخدير العام بالذات العام، يعني بندي التيوب كورارين بجرعه معينه اللي هي 0.1 تو 0.4 ملغ بير كيلو جرام اي في. وده معناته مثلا اذا المريض هو وزنه 60 كيلو جرام، انا كل كيلو جرام بديه مثلا 0.5 او 0.1، فبضرب 0.1 في 60، اوكي، بتديك 6، هديه 6 ملي جرام، معناتها 6 ملي جرام اي في. ده مثال بس يعني عشان. طبعا اول ما اديه للمريض انيشالي ممكن يعمل موتور ويكنس، لانه انا خلاص بدات اثر على الموتور سيستم، فولود باي سكيليتال مسل بيكامينج فلاسيد اند انكزايتابل، يعني ما بتكون قادر تستجيب للتفاعلات، قادر تستجيب للإشارات الكهربائية. بعد ذلك برضو الأسكسناي كولين نفس الحاجة، لكن الفريق شنو؟ الأسكسناي كولين هو من الديبولارايزنج. وقلنا الديبولارايزنج في البداية بالذات خلال 30 ثانية الأولى بتعمل كونتراكشنز، ترانزيت انفولنتري مسل كونتراكشن. ليه؟ لأنه في البداية قلنا بتعمل ديبولارايزيشن، لكن بعد ذلك بيحصل كومبليت ريلاكسيشن. السايد افكتس بالذات بتاعت الديبولارايزنج انها ممكن تعمل هايبركاليميا، ممكن تعمل مسل بين بالذات في الهاي دوزز، ممكن تعمل انكريز للانترا اوكولر بريشر، تزيد لنا الضغط بتاع العين، وده طبعا معناته بعدين ناس الجلوكوما هتكون عندهم مشكله في الحاجه دي. السايد افكت برضه ممكن تكون انكريز في الانترا جاستريك بريشر، كويس، برضه انكريزنج ذا ريسك اوف ريجرجيتيشن اند اسبيريشن اوف جاستريك كونتنت. طبعا انا عندي في الجي اي تي او في المعدة عندنا مين سفنترز موجودة في المنطقة بتاعت الاستومك، في سفنتر بيكون قاعد هنا، في سفنتر بيكون فوق اللي هو اللور اسفنجيال سفنتر. فلما يكون ريلاكس بسبب الادوية اديناها للمريض اللي هي
الريلاكسنج دراجز دي، الحته دي بتكون اوبن، وبالتالي المريض ممكن يرتجع محتويات المعده لحد ما تصل للريسبيراتوري سيستم. ده راجع بالريسبيراتوري سيستم، دي مشكله انه ممكن تعمل فيتال اسبيريشن نيمونيا. الحاجه دي ممكن تكون خطره بالذات في الناس اللي عندهم ديابيتس او تروماتيك انجري او ايزوفيجيال ديسفانكشن، لانه اساسا ده من البدايه عنده مشكله في الاسوفاجس، وبالتالي انا حجازي اللي هو المشكله زياده. فالناس دي بنعمل لهم حساب كثير في النوع ده من الادويه. Drug-drug interactions يعني ادويه بتتعارض مع بعض مع الادويه دي. Numerous reports have described enhancement of neuromuscular blockage by antibiotics، بالذات الامينوجلايكوسايدز اللي هي منها مثلا الجنتامايسين. الادويه دي لما نديها سوا مع النيوروموسكولار بروكينج ايجنتس بتقوم بتزيد لها الفعاليه بتاعتها. وانا ما داير طبعا، لانه في النهايه داير المريض ده يكون ريلاكس لسبيسيفيك بيريود اوف تايم، ما داير يكون على طول يعني. اللوكال انستيكس والانتي اريزميك دراكس، والعامل المشترك بين الحاجات بين اللوكال انستيكس والانتي اريزميك دراكس والنيورو ماسكولار بلوكينج ايجنتس انها كلها بتشتغل على الصوديوم شانل، عشان كده ممكن يكون في انتراكشن بيناتهم. طبعا ممكن يكون في اذر ميكانيزم للحاجه دي، لكن دي فكره عامه يعني. بس لو في اي سؤال او كومنت طوالي اتفضلوا، ولحد ما نلقاكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.